أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا جديدا من تقريره الدولي مقتطفات تنموية، ويهدف التقرير إلى إلقاء الضوء على باقة من المعارف الصادرة عن كبرى المؤسسات الدولية ومراكز الفكر العالمية. وأشار التقرير إلى إشادة وكالة فيتش العالمية بجهود الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص وتوقعات الوكالة بنمو قطاع البناء والتشييد في مصر بنسبة 11% خلال العام الجاري. كما أشار التقرير إلى تحذير البنك الدولي من الركود الاقتصادي العالمي وأنه هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، وتوقعته بأن يتباطأ النمو العالمي بشكل حاد هذا العام ليصل إلى 2.9% مقارنة ب 5.7% العام الماضي.